النتائج عبر الصورة نتابع كالتالي: لقاءات الأربعاء في عدن كانت النتائج شمسان والمينا، لقاءات مثيرة فناشئين فوز المينا على أيضا ناشئي شمسان ب50-43، والعكس في الكبار، فاز شمسان على ناشئي المينا 66 أو على كبار الشمسان 66-49. في لقاءة الخميس أيضا لقاء ناشئي الأهلي مع ناشئي وحدة عدن في أهم وأقوى اللقاءات، ولهذا انتهى بالتعادل 89-89، لكن في الوقت الإضافي الذي يضاف فاز الأهلي 102 مقابل 89. في لقاء الكبار فاز الأهلي على الوحدة 105-71 لتبقى أندية التلال والأهلي في الصدارة مع شعب إب والمينا. في لقاءات أيضا التلال الشرطة فاز التلال 83-49، يبقى التلال متصدرا بفارق الأهداف عن الأهلي. شعب إب والمكلا، كيف كانت النتائج؟ نتائج مباراة شعب إب مع سيئون في فئة الرجال 80-68 لشعب إب، وشعب إب والمكلا في فئة الناشئين 52-70 للمكلا. شعب إب في فئة الناشئين ما زال منافسا، خسارة واحدة مع الميناء 9 نقاط، فيما بقية الفرق التلال والأهلي بالصدارة ب10 نقاط، يليهم الوحدة عدن المكلا ثم شمسان ب8 نقاط. المكلا وحدة عدن وشمسان في المركز الأول في فئة الناشئين وما زال يتنافسان على ذلك، وهذه لقطات. لكن المباراة التي جرت بين ناشئي الأهلي وحدة عدن كانت في المستوى، في قوة، في إثارة، والدليل 89-89 التعادل ثم الوقت الإضافي. لكن الفريق الذي يستفيد من الوقت الإضافي، يشوف الفارق يعني 13 نقطة أو 13 هدف في الوقت الإضافي، يعني بدون تسجيل لوحدة عدن ربما عامل الجو أثر على فريق وحدة عدن لأنه قادم من مدينة ساحلية. أيضا من لقاءات الكبار في الحديدة الهلال 22 مايو 81 طبعا أكيد في دور الناشئين المستوى متقارب كلهم. فريق الوحدة هو فريق الآن مصدر في بطولة الناشئين، هو من أقوى الفرق الموجودة عندنا الآن في الدوري. إحنا الآن في الأخير في الترتيب في الدوري، فحاولنا بقدر المستطاع أن نلعب مع الفريق هذا ونكسب إيش عمل أرض الجمهور، والحمد لله ربك وفقنا إحنا وخذناها. هل انتم استفدتم من توتر او اعصاب لاعبي وحده عدن؟ اكيد شيء طبيعي ان انا ايش استفيد عفوا لما يتنرفز الفريق الخصم، استغل الثغرات اللي عنده وحصلت على المباراه عفوا باخطاء الفريق الخصم، ولا كفريق فريق قوي جدا وبينافس على البطوله. الاهلي يعني بدا الموسم يعني مش في المستوى، يعني ما هي الاسباب؟ هم كصغار لازال، لانه اخذناهم من الاشبال واعمارهم صغيره، فالان جالس نعدم الفورمه للسنوات القادمه 2-3 ان شاء الله يكونوا في المستوى. طيب الاتحاد العام لكره السله عمل هذا الموسم نظام دوري غريب، يعني من يعني هل هذا يعني في صالح اللعبه ام لا؟ انا كذا الكل منزعج من النظام هذا، وانا واحد من المدربين اقول ايش منزعج من النظام هذا، لكن ايش احنا لازم عندنا ايش ارتباطات في المنتخب، وبدينا نركز على فرق المشاريع الخارجيه قبل الداخليه. فالان عندنا بطوله على فرق غرب اسيا نستضيف اليمن، فركزنا عليها بايش؟ بحيث ان يكون الدوري قصر عندنا من دور واحد وبنظام معين ونخلص منه ونبدا نركز على هل هذا يخدم اللعبه؟ لا طبعا اكيد، بس لكن الموسم القادم حيكون ايش نظام الدوري غير الدوري هذا. اذا نتابع لقطات من لقاءات المنافسات بالنسبه للكبار، والذي ظهر في الصوره كمدرب لناشئي الاهلي لاعب من اللاعبين المتميزين القدامى صابر عبد الواحد، كان من افضل لاعبي كره السله، ولهذا نجد ان اللاعبين القدامى عادوا يكونوا مدربين، خلفياتهم كثيرة عن النظام، عن المتغيرات، عن أيضا آرائهم عن متغيرات الاتحاد، لأنهم يفكرون بفكر صحيح بأن الاتحاد أمام مواجهات في المشاركات الخارجية، ولهذا رغم أنه هم ضد النظام لا يناسب هذا النظام، ولكن على الفرق أن تتحمل لأن هناك الفائدة مرجوة بالنسبة للمنتخبات. في فئة الرجال الأهلي أيضا تمكن من الفوز على وحدة عدن ب105 نقاط مقابل 71 نقطة. فريق الأهلي في كرة السلة من الفرق المتميزة جدا مع فريق التلال والوحدة عدن، فرق متقاربة ما عدا شعب إب والمينا بفارق نقطة واحدة، بفارق نقطة واحدة، وأيضا حتى يمثلون الأربع الفرق بطولة النخبة في مارس. نعم، حتى بقية الفرق الوحدة عدن والمكلا وشمسان أيضا 8 نقاط، يعني ليس ببعيد عن مراكز الصدارة، ولكن دوري كرة السلة يحتاج إلى النفس الطويل والاستعدادات الجيدة. طبعا هناك من البطولات الماضية عرفنا أنه فرق أخذت البطولة لكن تقهقرت، زي شعب إب، زي وحدة عدن، الميناء، لكن نجد أن التلال والأهلي في موسمين متتاليين ما زال متماسكين، ربما يتراجعوا في الأيام القادمة، ولكن القاعدة لديهم في فئة الناشئين صلبة، لذلك يستمر المستوى.
طبعا النجوم الصغيره تتابع ونتابع لقاءات وانطباعات. شهاده كبيره بمناسبه تصعيدك الى حكم في كره السله، ما هو ماذا تحب ان تقول في مثل هذا؟ والله شعورنا يعني لا توصف، والحمد لله تكرمنا، والتكريم الكبير هو عودة الأستاذ الكبير والقدير الخاطر العزاني لرئاسة الاتحاد، يعني والحمد لله يعني بجهوده واهتمامه بنا يعني، والتاريخ يشهد له فعلا أنه إنسان يعني جيد. سعداء جدا يعني لهذا اللقاء، ونشكركم جميعا على هذا اللقاء وعلى اهتمامكم بالرياضة بشكل عام، سواء البراعم أو الأشبال أو الناشئين، الحمد لله يعني جيد جدا. أما مباريات هذا الأسبوع لدوري كرة السلة على مستوى الناشئين في الذهاب فكالتالي: في الأسبوع السادس يلتقي يوم الأربعاء اليوم الميناء مع التلال في عدن، ويوم غدا الخميس شمسان يستضيف شعب إب في عدن، والمكلا يستضيف هذه صنعاء في المكلا. الجمعة يلتقي وحدة عدن مع شعب حضرموت في عدن. أما في بطولة الكبار فكالتالي: يوم الأربعاء اليوم الميناء يستضيف التلال في قمة المباريات في عدن، والخميس شمسان يستضيف شعب إب في عدن أيضا. الجمعة سيئون يستضيف أهلي صنعاء في سيئون، وحدة عدن يستضيف شعب حضرموت في عدن، وطليعة شبام يستضيف الهلال في شبام حضرموت، و22 مايو يستضيف الشرطة في صنعاء. وننتقل إلى منافسات أخرى وهي ذات أهمية وفي هذا الموسم تنافس وتقارب، هي كرة الطائرة. الشعلة في الصدارة بملاحقة اتحاد سيئون أحد الفرق التي ستنافس، وهناك الصقر ثالثا. أما صاحب اللقب في البطولة الماضية أهل الحديدة فلا زال متأخرا. أبرز النتائج بحسب الصورة من الحديدة وصنعاء كالتالي، نتابع الصورة والنتائج أيضا كيف جاءت المباراة. نبدأ بالحديدة، أهلي الحديدة والأهلي الساحلي كما يحب لمحبيه يعني، وبطل الدوري فاز على سيئون، أول فوز وبنتيجة كانت مباراة مثيرة جدا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، 24-26 18-25 لسيئون. بعد ذلك تغيرت النتيجة لمصلحة الأهلي، 25-18 و25-20 و15-11 يعني ثلاثة أشواط سيئون في الشوط. وهذا الفريق كان من أقوى الفرق وصاحب البطولة وصاحب جماهيرية، لكن الآن اتحاد سيئون هو الأفضل بالنسبة لل اتحاد سيئون. هذا الأسبوع تغلب على الشرطة هنا في صنعاء بثلاثة أشواط مقابل شوط، 25-19 25-23 25-15 و25-19. الشعلة تغلب على شباب القطن بثلاثة أشواط مقابل شوط، وهلال السويري تغلب على الميناء بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما تأجل مباراة الصقر وأهل الغيل بسبب تأخر الحكام وعدم حضورهم. أيضا في حدث تأخر الحكام لأكثر من مباراة، أيضا إشكاليات في مباراة الحديدة، ولهذا قرر الاتحاد بعض العقوبات، والبعض يقول بأنها أقل مما كان يجب، والبعض يقول بأنها مشحفة، ولا ندري، كل يريد بطريقته، لكن المراقب والاتحاد هو الذي يجب عليه أن يفصل في مثل هذه الإشكالات حتى لا تتكرر. ترتيب فرق دوري كرة الطائرة بعد الأسبوع الثالث: الشعلة في المركز الأول مع اتحاد سيئون بست نقاط، ثم الصقر وشباب القطن وسيئون والشرطة والهلال بأربع نقاط. هلال السويري طبعا في المركز الثامن، أهل الحديدة بثلاث نقاط، والأهلي يستعد للبطولة العربية القادمة في ليبيا، وأيضا الميناء في المركز التاسع بثلاث نقاط، أهل الغيل في المركز الأخير والعاشر بنقطة واحدة. ربما الفرق التي صعدت قد تعود هي نفسها إلى الدرجة الثانية إذا ما حاولت الإصلاح. لاعب واحد في كرة الطائرة تأتي بلاعب محترف من السودان يغير لك كل شيء والنتائج، ويقدم فريقه إلى المراكز المتقدمة. لكن في خلال هذا الموسمين الشعلة، شباب القطن واتحاد سيئون والصقر من الفرق المتميزة، الصقر يبدو أنه في مستوى يعني نتائج ممتازة، صعد الموسم الماضي وحقق نتائج إيجابية وصل إلى المركز الرابع، وهذه لقطات من مباراة الشرطة واتحاد سيئون وثلاثة أشواط. اتحاد سيئون مرشح للبطولة بقوة يعني بدون شك، وشرطة متراجع لمواسم سابقة الموسم الماضي ثم هذا الموسم ما زال متراجعا،
من حيث تحقيق النتائج ومن حتى حيث في لقاء اتحاد سيئون وسيئون جمهور كبير أثر على سير المباراة، لأنه جمهور سيئون جمهور كرة الطائرة